لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال القرطبي رحمه الله في تفسير الرقيم، وقال ابن عطية: وبالشام على ما سمعت به من ناس كثير كهف فيه موتى يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف، وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم، ومعهم كلب رمة، يعني بقايا كلب. وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة، وأكثرهم قد تجرد لحمه وبعضهم متماسك، وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثارة، ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف. دخلت إليهم ورأيتهم سنة 504 هجرية وهم بهذه الحالة، وعليهم مسجد، وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم، كأنه قصر مخلق، يعني قدم، يعني أصبح باليا أو متهدما، قد بقي بعض جدرانه وهو في فلات من الأرض خربة، وبأعلى غرناطة أو غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لها مدينة دقيوس. وجدنا في آثارها غرائب من قبور ونحوها. ده كلام ابن عطية. قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنما هم غيرهم، لأن الله تعالى يقول في حق أصحاب الكهف: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهو ما حصلوش إيه، لم يحدث له ذلك. وممكن يكون لو اطلعت عليهم وقتها، وقت أن كانوا نائمين في الكهف. قال ابن عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم: قد منع الله من هو خير منك. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وسيأتي في آخر القصة. كل هذا مما لا فائدة فيه. فين الكهف؟ الناس لغاية النهاردة بتنشغل بمثل هذه الأمور. فين الكهف؟ يقولوا هنا، يقولوا في أذربيجان، يقولوا في الشام، يقولوا في أندلس، ويقولوا في حتة تانية من أندلس، ويقعدوا يتكلموا كتير جدا. ولو كان لنا نفع لبينه لنا ربنا عز وجل. ما قص الله عز وجل علينا من هذه القصة إلا ما فيه نفع عظيم لنا، أو فيه نفع عموما يعني. ومن تأمل ما ذكر فيها علم فعلا أنواعا من العلوم في العقيدة والإيمان والتوكل على الله عز وجل، وحسن تفويض الأمور إليه، وعاقبة الله عز وجل في المتقين، وكيف يحفظهم وينجيهم
يعافيهم من شر الظالمين، وكذلك تجد فيه الآيات الأدعية العظيمة التي تنفع العباد في كل زمان، كما في الآية الآتية: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لن نستفيد شيئا من معرفة أسمائهم ولا لون كلبهم. بعض يقول لك اسم الكلب كذا، وكأن أصلا الأمم بتحفظ أسماء الكلاب، ده ما يحفظوش أسماء البشر. يعني الأمم بتقعد قد إيه، يعني أكتر حد عندنا حفظ أسماء أجداده مثلا لو جد خامس ولا سادس، لو حد له نسب هيحفظ أكتر من كده وما فيش يقين بيها. فما بالك بقى إن الناس تحفظ أسماء أناس غير عرب، لأن الأعاجم دائما وغالبا لا يحفظون الأنساب كثيرا ولا يهتمون بها كاهتمام العرب، وفضلا بقى عن اسم الكلب بتاعهم. ولذلك هذا شغل لا طائل من ورائه ولا نفع لنا فيه، وينبغي أن نتعظ بمواعظ القرآن ونضرب ونسكت عما أعرض القرآن عنه، مع علم رب العباد وخالقهم بهم وبشأنهم وقدرته عز وجل على الإفصاح عن أسمائهم وألوان كلبهم ومكان كهفهم، ومع ذلك سكت القرآن عنه. فما أحوجنا إلى أن نتعلم طريقة القرآن وأن ننتفع بما ذكر وبما سكت عنه، فإن ذلك هو الأمر النافع. قال مجاهد في قوله: كانوا من آياتنا عجبا، قال هم عجب. ده احنا قلنا أم هنا بمعنى ايه عند سيبويه؟ بمعنى بل. والأقوال الأخرى ذكرناها المرة السابقة. قال: كذا روى ابن جريج عنه، يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده أنهم عجب. وروى ابن نجيح عنه يقول: ليس بأعجب بآياتنا، ليس بأعجب آياتنا. نعم هذا الكلام صحيح، هناك من آيات الله ما هو أعجب، لكن الآية ليس فيها مفاضلة، والله أعلم وأعلم، إنما هي فيها تذكير بعجب القصة، كيف كان نجاتهم وحفظ الله لهم. قال: فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، دعاء عظيم القدر والله العظيم. الإنسان لما يتأمل كده وينظر في أنواع الرحمات التي يطلبها العبد المؤمن من الله، وأن تكون من عنده، لأن الرحمة التي من عنده سبحانه وتعالى رحمة باقية مستمرة، لازم اللي عنده المزيكا دي يغير النغمة بتاعتها عشان هي لا تجوز. ولأن الرحمة التي من عندي هي رحمة بالدين، رحمة بالقرب، رحمة بالتوفيق للطاعة. ولا شك أن كل رحمة فهي من الله، لكن الرحمة التي خصت بأنها من لدنه فهو تعظيم لشأنها، فهي رحمة خاصة، وهي الرحمة بأهل الإيمان. وأعظمها الرحمة التي رحم بها الأنبياء، كما قال عز وجل:
وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يعني رحمة عظيمة جدا أنه هو يبقى ينبأ أخوه بشفاعته ويهبه الله له، يهبه الله له، وهبه الله عز وجل لموسى، استجاب الله دعاءه. وكما قال عز وجل عن عيسى، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الرحمة بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في زمنه بالهداية والدعوة إلى الله وهداية من هدى الله، ثم الهداية التي تكون به والرحمة التي تعم الأرض بنزوله قبل يوم القيامة، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويؤم العالم كله بدين محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك حاجة إلى الرشد، الحاجة إلى الصواب والتوفيق، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما نفكر بقى الحاجات دي هي التي ينبغي أن نفكر فيها، أن يؤتى الإنسان رشده فيحب الإيمان ويكره الكفر والفسوق والعصيان، يوفق للقرارات السديدة في حياته وحياة أمته وحياة طائفته وحياة أسرته. لأن الرشد والرشد وهما كما سأتي بمعنى واحد، أمر يندر في الخلق. الناس لا يرشدون إلى خير أمرهم إلا أن يهيئ الله لهم رشدا، إلا أن يرشدهم الله سبحانه وتعالى حتى يوفقوا لعمل خيرهم، لعمل ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. أكثر الناس غير موفقين إلا من رحم الله. وحاجة الإنسان، حاجة المؤمن إلى أن يرشده الله إلى خير أمره ويهيئ له ذلك، فهذا ضروري في طلب العلم، ضروري في العمل، ضروري في صلاح القلب، ضروري في التوفيق للابتعاد عن المنكرات المنتشرة، ضروري في أن يكون موفقا في أسرته وفي طائفته وأهله. الحاجة إلى ذلك عظيمة. لم يكن يعني دعاء أفضل من هذا الذي دعوا إليه حين أووا إلى الكهف. قال القرطبي الأولى قول فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، روي أنهم قوم من أبناء أشراف مدينة دقيوس الملك الكافر، ويقال دقيانوس. طبعا كل زي ما قلنا الاهتمام بتبقى بالايه، بالحاجات دي، وتلاقي الايات الادعية العظيمة والفوائد الايمانية تمرر دون يعني اهتمام. روي انهم كانوا مطوقين، لابسين طوق يعني سلاسل زي السلسلة يعني، بس بتبقى سلسلة قصيرة، مطوقين مسورين بالذهب. يعني ايه؟ كانوا أبناء أشراف يعني. هو دي قد يعني طبعا هي روية وروية وروية، ما عندناش فيها حديث إيه صحيح ولا حتى أثر موقوفة، ولكن يعني التضحية التي ضحوا بها كانت تضحية عظيمة على أي الأحوال. هم يتحملوا إن هم يروحوا كهف وهم كانوا عايشين في القصور. قال ذوي ذوائب، لسه بالذوائب دي اللي هي ايه زي ضفاير كده يعني، لسه صغيرين قوي يعني. يقول وهم من الروم واتبعوا دين عيسى، وقيل كانوا قبل عيسى، وده الراجح.
لأن سبب نزول القصة سؤال إيه؟ أهل الكتاب يهود، فاليهود لابد تكون عندهم القصة، وليس أن ذلك إيه بعد المسيح، لأن يهود الجزيرة العربية لم يؤمنوا بالمسيح صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكونوا نصارى، وإنما عرف من آمن منهم نبوة عيسى من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عندهم أخبار النصارى التي يتناقلونها من دينهم أن عيسى زعم أنه هو الله، فعندهم أن من قال ذلك فهو كافر، وعندهم ملعون من صلب على خشبه. فعشان كده النصارى نفروا الناس من النصرانية الحقة. الغرض، قال ابن عباس إن ملكا من الملوك يقال له دقيانوس ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها إفسوس، وقيل هي طرسوس، وكان بعد زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، فأمر بعبادة الأصنام، فدعا أهلها إلى عبادة الأصنام، وكان بها سبعة أحداث شباب يعبدون الله سرا، فرفع خبرهم إلى الملك وخافوه فهربوا ليلا ومروا براع معه كلب فتبعهم، فآووا إلى الكهف فتبعهم الملك إلى فم الغار، فوجد أثر دخولهم ولم يجد أثر خروجهم، يعني ما لقاش رجلين طلع. طبعا بس ده فيه خلاف ترجيح ابن عباس في العدد، انه قال ويقولون سبعة وثمنهم كلبهم، يبقى كلهم بالراعي لازم يبقوا ايه سبعة، هنا بيجعلهم ثمانية. قال فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئا، فقال الملك سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعا وعطشا. طبعا غريب، لأن هو لو ما لقوش حاجة هيسدوا على مين عشان يموتوا جوعا وعطشا؟ وبعدين الظاهر أنهم لم يصلوا إليهم. روى مجاهد عن ابن عباس أيضا أن هؤلاء الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام ويذبح لها ويكفر بالله، وقد تابعه على ذلك أهل المدينة، فوقع للفتية علم من بعض الحواريين حسب ما ذكر النقاش، أو من مؤمني الأمم قبلهم، وده الصح زي ما قلنا، فآمنوا بالله ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس، فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة الله، فرفع أمرهم إلى الملك، وقيل له إنهم قد فارقوا دينك واستخفوا آلهتك وكفروا بها، فاستحضرهم الملك إلى مجلسه وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهته، وتوعدهم على فراق ذلك بالقتل، فقالوا له فيما روي ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا، إلى قوله وإذا اعتزلتموهم. وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به، يعني ليس بهذا النص يعني. فقال لهم الملك إنكم شبان أغمار لا عقول لكم، وأنا لا أعجل بكم بل أستأني، فاذهبوا إلى منازلكم ودبروا رأيكم وارجعوا إلى أمري، وضرب لهم في ذلك أجلا. ثم إنه سافر خلال الأجل، فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم، فقال لهم أحدهم
إني أعرف كهفا في جبل كذا كان أبي يدخل فيه غنمه، فلنذهب فلنختفي فيه حتى يفتح الله لنا. فخرجوا فيما روي يلعبون بالصولجان والكرة. أنا ما أعرفش الصولجان على فكرة، يعني أعرف في الكتب كده وأنا مش عارف، بس هي طبق الطير ما أعرفش. قال وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لئلا يشعر الناس بهم. وروي أنهم كانوا مثقفين. طبعا الكلمة دي مش على الثقافة اللي عندنا، يعني شاب ثقف يعني واعي، يمكن أن يكون كذلك. قال فحضر عيد خرجوا إليه فركبوا في جملة الناس، ثم أخذوا باللعب بالصولجان حتى خلصوا بذلك. وروى وهب بن منبه أن أول أمرهم إنما كان حواري لعيسى بن مريم جاء إلى مدينة أصحاب الكهف يريد دخولها، فأجر نفسه من صاحب الحمام وكان يعمل فيه، فرأى صاحب الحمام في أعماله بركة عظيمة فألقى إليه بكل أمره، وعرف ذلك الرجل فتيان من المدينة، فعرفهم بالله تعالى فآمنوا به واتبعوه على دينه، واشتهرت خلطتهم به. فأتى يوما إلى ذلك الحمام ولد الملك بامرأة أراد الخلوة بها، فنهاه ذلك الحواري فانتهى، ثم جاء مرة أخرى فنهاه فشتمه وأمضى عزمه في دخول الحمام مع البغي، فدخل فمات فيه جميعا. فاتهم ذلك الحواري وأصحابه بقتلهما، ففروا جميعا حتى دخلوا الكهف، وقيل في خروجهم غير هذا. احنا بنقرأ مضطرين بس، ولازم الحريم يخش، ولازم الجنس يخش عند أهل الكتاب، يعني الموضوع ما فيهوش ذكر حريم خالص، مفيش نساء في القصة نهائي، ومع ذلك يجيبوا القصص اللي ايه اللي هيخشوا فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.